a ticket and there's no turning back now. Round and round like a horse on a carousel. Where you go, when you catch up for love, I can never tell. كانغو موديل ديال 2015 اللي ماشي اي كانغو, هذه كانغو ديال صاحبي كريم طويل صافي ديك الساعه خليكم انستغرام ديالو. اوكي هاد كانغو هادي بالضبط عامل واحد موديفيكاسيون اللي هما واعرين صراحه شي حاجه اللي سامبل وافيكاس كما كتشوفوا معنا, يعني ليد فوق ماتيريال كولا لي زونتي بروغ تاعهم بالليد. صراحه طومبر نقيه 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 بزاف, موديل ديال 2015 كما قلنا كما كتشوفوا معنا كتشوفوا معايا يعني النقاوه ديالها. كما قلت لكم السيد خسر عليا ولكن واحد التكسيف اللي عامل يعني واحد دي موديفيكاسيون اللي هما سامبل وفي نفس الوقت يعني ما كيبسطوش الطومبر, بالعكس كيزيدوا يبينوها على عكس الناس كتبس السلبع مارت كيبقاو ستيكرز داكشي للصاقات الديوان بلا الديوان بلا هذا. ها انستغرام كيمو كريم كيمو فاهم. باش ما ننساش راه الطومبيل ماشي نباع ولا شي حاجه, حنا عاملين عليها ريفيو وصافي. الناس كتسقسي لا كانغو دونك صاحبنا عنده كانغو قلنا نجيبو كانغو وماشي اي كانغو. كيما كتشوفوا يعني اللوغو فكحال واحد كروماج في لا كالوندر, يعني شي حاجات اللي هما بساطين مي اتيون صراحه يعني واعرين عطاو كيعطيو العين كانغو. كيما كنعرفوا ان الديزاين ديال كانغو اصلا يعني ماشي ديزاين اللي هو واعر بارابور بيجو ولا سيتروين يعني بيرلينغو او باتنر صراحه هما مسوقين على في الديزاين. مي والله الا بات السكسي في هذا بانت واعره خصوصا باللي ملي كيتشعلوا الديوان راه كتجع واعره. كما كنعرفوا ان كانغو في هذا الموديل بالضبط ركزت على ان السياره تكون اقتصاديه و او ميم طون عمليه. اوكي جوج الحاجات هادو ركز عليهم مزيان. كما كتشوفوا معنا بواني ديال الباب يعني بلاستيك كما قلت لكم كيركزوا على العمليه. عندنا بار دو توا اللي الصراحه كيجي بزاف مع الكاتيجوري ديال الطومبيلات فحال هادو يعني كبارين صراحه كيعطيهم واحد المنظر واعر. ندوزو بيرفورمانس ديال كانغو. موتور 1.5 دي سي اي 85 ديال الخيل 4 ديال السيلندر ضريبه 700 درهم. وهاد الحاجه اللي واعره هنا كوبل ديال نيوتن متر يعني كوبل دو موتور نيوتن متر 220 هذا هو اللي كيعطيها لاكسيليراسيون واعره خصوصا كنقول الناس اللي ساقوها راه يعرفوا شنو كنقول. عندها واحد لاكسيليراسيون بارفيت واعره كتجري طومبيل كتجري ميم سي هي كبيره وفاميلي وكذا طان 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 لا كتجري بزاف. هادشي كيرجع ابار 85 د الخيل كيرجع عند الكوب اللي هو 220 نيوتن متر. كونسوماسيون ديالها ميكست عاملين لك 5.3 في كل 100 كيلومتر مي حنا غنقولوا 6.5 باش ما نزيدوش فيه. فيتيس ماكسيمو عامل لك 160 ميم كنصحك شي تشبر بها 160 حيت كيديها الريح ويجيبها على حسب هي عامله بحال الصندوقه. المهم لاكسيليراسيون ديالها من 0 ل 100 في 13 ديال السكوند وهذا الرقم هذا يعني طومبيلات صغار ما كيعملوش. بيكانتو لي ليسونس وصغيره كطلع في 15 16 يعني باش تعملها في بالك يعني ميم سي بيكانتو موتور ستيتو ولكن صغيره وايسونس هذه 13 سكوند يعني موتور كيما قلت لكم كيجري بويسون. ندوزو الكوفر ديالها الكوفر ديالها كيهو 660 لتر يعني الكوفر كبير مي الدوكر كبير عليه. كتهز في الريزيرفوار ديالها 56 ديال الليتروس. كتوزن طن و 320 كيلوغرام. اوكي بالنسبه لي ماتيريال اللي عاملين فيها يعني بلاستيك عادي فهاد كاتيجوري ديال الحديد عادي بلاستيك ولكن بلاستيك بواحد لا كاليتي اللي هي مزيانه صراحه كاليتي مزيانه يعني كتحدها كتحس به رطب ماشي شي حاجه اللي حرشه ولا لا لا كاليتي البلاستيك مزيانه. اماكن التخزين عامره اماكن التخزين عامره اماكن التخزين يعني ما عنديش نتذكر شو يدي في التخزين. في السيكوريتي عندنا جوج ديال الايرباغات وعندنا ABS
اس بي ما كاينش اونتي باتيناج ما كاينش ايوا عادي يعني. انتيريور ديزاين ديال كانغو صراحه انا شخصيا عجبني يعني، في خانه كيفاش عدلوه، بوزيسيون ديال لابواط فيتيس كيفاش طالعه، يعني اصلا حتى السوقان ديال كانغو كتحس براسك بحال اللي حاني ولكن سينا عالي، ولا بواط فيتيس مهزوزه واعره بارفيت، ما عنديش حتى شي مشكل انا على بوزيسيون ديال السوقان ديال كانغو. ديريكسيون ديال كانغو يعني هو مولتي فونكسيون ولكن ماشي في الديريكسيون نيس، يعني مور ديريكسيون انتوما تشوفوا معايا هي مزيانه من واحد القضيه، كتكون كتسوق وكتبقى تحديه في السبعين ديال يدك كتنقص كتزيد كتوقف، راه فيها بلوتوث. المرايات كتحكم فيهم يعني مانيال، هادي قام عادي يعني مويان قام. السينيال وموطع ديال الضو كيما كتشوف معايا الضو، الا بغيتي السينيال هما جاو صغارين ولكن صراحه حلوين يعني خاتيك. فخانامان ديالها واعر افحل شي طياره الصراحه واعر، انا بعدا كيعجبني فخانامان ديالها. المساحات الخلفيه صراحه ما عندي حتى شي تعليق، يعني تمر واسعه مرتاحه، كاين شويه ديال الحديد هذا هو الحاجه اللي سلبيه شويه، كانوا يعملوا بلاستيك كان تجي احسن مي عادي. بالنسبه للكفر كاين ضو الكفر كبير صراحه فيه بيفان يعني كافي صراحه كافي واكثر كافي صراحه. واحد الحاجه كنت متاكد منها انها مرتاحه في السوقان بزاف. نخليكم مع السينيماتيك. But a ticket and there's no turning back now.